السؤال التاني يا شيخ لو سمحت، الرقم اللي بكلم حضرتك من عليه دوت انا اشتريته من مدة، بعد فترة انا حبيت ان انا اغيره من شبكة لشبكة اخرى، فحولته. كان النظام انك انت تقعد 6 شهور على باقة معينة، واستخدمت الباقة ديت حوالي 4 شهور الشهر الرابع دوت، والشهر اللي فات كلمت الشركة وقلت لهم ان انا عايز افسخ العقد ده، او عايز الغيه، او عايز احوله لعقد تاني، ما رضيوش، رفضوا، وقالوا لي لو انت سبته هنوقف لك الخط. فانا حاليا استخدمت الباقه بتاعتي وما دفعتهاش، ففيها حرمانيه ولا ايه؟ أظن أن أنظمة الهواتف وشركات الاتصالات عموما هي تبحث عن حقها وتضبط حقها أكثر مني ومنك، فلو وجد أي خلل تلقائيا ستبادر بإنزال العقوبة عليك. يعني أعطيك جواب إجمالي يعني. الله يسلمك.